السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة توندونس، قناة تهتم بكل جديد. سنتحدث عن معلومات وحقائق عن بطلة مسلسل سلامات أبو البنات وزهر الباتول الجميلة جيهان كداري. لكن قبل مشاهدة هذا الفيديو، أتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. جيهان كداري من مواليد 1995، عمرها 24 سنة. تقطن في مدينة الدار بيضاء، أصلها من مدينة جميلة تدعى إدريس زرهون. تتمتع جيهان بطاقة إيجابية كبيرة، وصرحت أنها ناتجة عن تصالحها مع ذاتها، وأنها تنظر إلى الجهة الإيجابية من الحياة وتتمنى دائما الخير. صرحت جيهان بالنقطة التي حصلت عليها في البكالوريا وهي 14.99، وكانت حزينة لأنها لم تنل نقطة 15. جيهان كداري إنسانة طموحة، ومن بين أحلامها السفر لمدة طويلة لا تقل عن سنة. تحب جيهان التمثيل وتحظى بمتعة كبيرة في ممارسته. جسدت جيهان دورة ريا الفتاة الطيبة في مسلسل سلامات أبو البنات، ولاقت إعجاب وتشجيع الجمهور، وكذلك جسدت دورة خنساء الفتاة الشريرة في مسلسل زهر الباتول. أي دور لاقى إعجابكم؟ هل دورة ريا أو دورة خنساء؟ أتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.